ما رأيك بهذا الجدل الحاصل اليوم؟ هل المشكلة الحقيقية اليوم بشخص نبيه بري أم هي مجرد محاولات ربما لتعطيل الانتقال إلى مربع العمل ومربع الإصلاحات؟ أول شيء مساء الخير لإلي كمان للمشاهدين وأيضا مساء للأستاذ فيصل والأستاذ جورج. أنا عم بستمع لهم اثنيناتهم، يعني في شعور لابد من ذكره بأنه كل طرف من الطرفين عم بيحاول تسخيف انتصار الطرف الثاني أو تسجيل نقاط، لأنه يعني هذه هي السياسة. صحيح فريق القوات اللبنانية فيه ويحق له أن يسجل على حزب الله خسارته لهذه الأكثرية النيابية التي كانت لديه، وبالمقابل من حق حزب الله أن يقول للطرف الآخر نحن الأكثر تمثيلا شيعيا، نحن لا نزال ضمن الأكثريات التي سوف تفرض نفسها في البرلمان اللبناني. ولكن تسخيف الموضوع بهذا الحجم، الموضوع في مكان، أما المشكلة الأساسية في هذا النظام. سيدتي، يعني لابد من ذكر بأنه نظامنا بلبنان هو نظام الفيتو، ايا يكن ياخذ الاكثريه. اذا في طائفه تقرر ان تضع فيتو على مشروع معين، على راي سياسي معين، على استراتيجيه معينه، بامكانها فعل ذلك، اكانت اكثريه في المجلس النيابي ام لم تكن اكثريه في المجلس النيابي. والامثله كثيره، وبالتالي المرحله المقبله لا تقتصر على من خسر الاكثريه، تقتصر على استراتيجيات التي سوف تبنى عليها هذه الدوله الجديده. شئنا او ابينا هناك لبنان جديد يرسم، ولكن علينا أن لا ننسى بأن عندما يرسم لبنان كذلك الأطراف الخارجية تلعب دور أساسي في هذه الرسمة، وليس فقط الانتخابات. الانتخابات هي محطة صغيرة لها دلالاتها، ولكن القرار النهائي لشكل ووجه لبنان الجديد، للأسف أقولها، نحن كلبنانيين لسنا الوحيدين الذين نشارك بهذه الرسمة.